أخيرا قوات الشرطة زي ما قالت صحيفة اليوم السابع بتتحفظ على حبيب العدلي لتنفيذ حكم صادر ضده. تحفظت قوات الشرطة المصرية على حبيب العدلي، حبيب العدلي وزير الداخلية الأسبق، وكان متهم في عدة قضايا، وطبعا كان وزير الداخلية لمدة 14 سنة، والنهاردة تم التحفظ عليه لتنفيذ هذا الحكم الصادر ضده. ده خبر وسمعتوه وتابعتوه وكل الناس سمعته، لكن انا ما وراء الخبر؟ عشان احنا مشكلتنا ان احنا بننسى. اتقال ايه على حبيب العدلي قبل كده؟ تعالوا نشوف. الموضوع بسيط. يوم 12 نوفمبر فيه واحد اسمه ديفيد هيرست، ده صحفي ولا رئيس تحرير في مجله الميدل ايست اي، ده بيقول انه حبيب العدلي اهو في 15 نوفمبر قالت الصحيفة بتاعت اللي فيها ديفيد هيرست اللي هو ميدل ايست، قال انه حبيب العدلي مستشار امني لمحمد بن سلمان. ده مين اللي قال؟ اهو ديفيد هيرست. راحت نيويورك تايمز يوم 15 نوفمبر خدت بسرعة وقالت انه حبيب العدلي مستشار لمحمد بن سلمان. الخبر طالع من مين؟ من ديفيد هيرست في الميدل ايست. نيويورك تايمز المجلة الرصينة نقلت الخبر وقالت انه محمد بن سلمان بيستعين بحبيب العدلي مستشار ابني. بسرعة يوم 16 قناة الجزيرة اللي هي جزيرة كوميدي صحيح يعني، رأي جمال رائف بيقول لي ده جزيرة كوميدي، بتقول انه حبيب العدلي من سجون مصر الى مستشار لبن سلمان. اهو ده مين؟ دي قدامكم الجزيرة، دي قناة الجزيرة. يقوم المدعو جمال عيد يوم 16 نوفمبر يقول سيادة اللواء غلبت سيادة القانون، والكرنيه غلب الجنيه، والكلام الأهبل بتاع القهاوي وبتاع الشوارع. يبقى قصة حبيب العدلي تم النهاردة التحفظ عليه لتنفيذ حكم قضائي. دولة قانون، دولة مؤسسات، دولة لا تتسطر على فساد، ودولة لا تعرف إلا القانون، محدش يقدر يخالف القانون من أول رئيس الدولة لأصغر موظف، ما حدش يقدر يخالف القانون. يبقى النهاردة بس احنا بنتكلم هو كان فين، مسكوه فين، جه ازاي، تفاصيل الناس بتنسى. لا، من فضلك قبل ما تسأل على اي تفاصيل افتكر نيويورك تايمز قالت ايه، ميدل ايست قالت ايه، واشنطن بوست قالت ايه، صحف الاخوان قالت ايه، محمد ناصر ومعتز مطر قالوا ايه، وايمن نور قال ايه، وقناة الجزيرة قالت ايه، وجمال عيد قال ايه، قالوا ايه على حبيب؟ قال لك ده موجود في السعوديه وشغال مستشار امني وكذا وكذا وتهرب الفيلم الكبير ده كله. انا بس عايز اقول لكم كيف تنتشر الاشاعه، كيف يتم بناء اشاعه وتصديقها، هو ده الخطر. الموجودين اللي بيتاجروا بالوطنيه، بيتاجروا بيه، شغالين شغلته، شغال تويتات، شغال بوستات، شغال عمال يعمل اشاعات، واحنا بنبلع، احنا بنبلع من غير ما نفكر، بناكل من غير ما نشوف. هي دي المشكلة الوحيدة اللي بتواجهنا. حبيب العدلي خلاص تم توقيف. فين بقى، فين المهنية بتاعت نيويورك تايمز؟ فين المهنية بتاعت الواشنطن بوست؟ فين المهنية بتاعت ميدل ايست؟ الجزيرة ما عندناش مهنية ولا كرامة، لا ننتظر منها شيء، ولا جمال عيد عنده مهنية ولا كرامة، مش منتظرين منه شيء.